أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلنا عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج
وخلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين. سلم يا ملك، افتح عليك يا ابن الحاج عبد الناصر، عليك ابن وفاء. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا
لقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Thank you.
وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان وصينا الإنسان بوالديه أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن
سلك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما فلا تطعهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سلم يا رب سلم، حفظنا وحفظك يا كريم. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني يا بني يا بني إنها
صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها